وافق مجلس النواب على برنامج حكومة دكتور مصطفى مدبولي، وأعلن رئيس المجلس دكتور علي عبد العال أن البرلمان منح الثقة للحكومة، ثقة منها في قدرتها على تنفيذ جميع ما جاء في البرنامج والأهداف التي تضمنها للانطلاق من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة جني الثمار. هذا وقرر رئيس المجلس إحالة توصيات وملاحظات ومناقشات النواب بالجلسة العامة، ورد رئيس الوزراء على لجان نوعية لدراستها.